مساء الخير واهلا شبكه التلفزيون. نيران يا حسرتي جفت حشايا نهار، والحال مني تضعضع وانتحل وانهار، خوفي من الليل ما يطلع علي نهار. يا غربه الروح ما تلقى الرجا وقفه، لا خيره في الصبر شد الوفا وقفه، لا قمره في السماء الغيوم متوقفه، امتى نشوف الصبح ومتى يطل نهار. موسيقار، طالما أطربنا جميعا وإحنا في الواقع يسعدنا أن نستضيف هذا المساء الموسيقار رياض الصنباطي، وحيكون معانا في اللقاء يدردش معانا أيضا الأستاذ الفنان الدبلوماسي سفيرنا السابق في القاهرة الأستاذ حمد رجيب. رحبوا معانا بالأستاذ رياض الصنباطي. مساء الخير أستاذ رياض. أهلا وسهلا، ونرحب فيك في تلفزيون الكويت. أهلا وسهلا يا فندم، سعيد أول. يا أهلا بك. مساء الخير أستاذ حمد، ونرحب فيك، أنت مو غريب على الجمهور بالكويت. أهلا وسهلا. وأنا في الواقع يعني سعيد جدا بهذا اللقاء، وخاصة مع هذا الرجل العظيم الذي يعني في الواقع يعني عملتم عمل كبير جدا بأن احنا نلتقي معه ونجدد بعض الذكريات في القاهرة. نعم نعم. أهلا وسهلا في بلدك. الواحد في الواقع مو عارف كيف يبدأ الأسئلة، خصوصا أنه اثنينكم معانا في البرنامج. بس خلنا كمدخل لدردشتنا أستاذ حمد، تذكر إمتى أول مرة قابلت الأستاذ رياض في القاهرة؟ والله أنا طبعا يعني يخيل لي أني أنا قابلك كل يوم يعني من خلال سماعي لألحانه ومن خلال الأغنيات التي يلحنها أستاذنا الكبير رياض الصنباطي. فأنا في الواقع يعني التقيت معاه من قبل يمكن حوالي 7 أو 8 سنوات حوالي كده فن. وأعتقد إحنا التقينا أيضا في منزلكم في مصر الجديدة. حصل يا فن. وكان فعلا كان لقاء يعني، وبعد ذلك تكرر هذا اللقاء يعني، لكن لا أذكر متى أي سنة، لكن هي تقريبا حوالي 7 8 سنوات تقريبا. 6 7 سنوات. أستاذ رياض، احنا لابد ان احنا نبدا ببعض الاسئله التقليديه، ان اول مره جمهور الكويت يشوفك ويريدون يعرفون اشياء كثيره عنك. فخل نبدا ونقول انه اول الحانك للمرحومه ام كلثوم، هل تذكر اي لحن كان اول الحان؟ طبعا تذكر جدا يعني. نعم، هو اول لحن لام كلثوم رحمها الله كانوا هم لحنين، مش لحن واحد، كلفتني بلحنين. هو اللحنين من كلمات الأستاذ أحمد رامي، منهم لحن اسمه يطول عذابي واشتيائي ما بين بعادك والتلاقي، واللحن الثاني اسمه لما انت ناوية تهجريني وما الدموع كانت لي. فدول بداية الألحان. أول ألحان لحن تاني. لما أول لحن أنت عملته، هل كان لأم كلثوم أو كان لغيرها؟ هو أول لحن أول حقيقة لحن. كان لأم كلثوم في فيلم اسمه دنانير، ولحنته على أن أم كلثوم تغنيه، وبعدين ما حصلش نصيب أنها هي تغنيه لأسباب لا أعلمها. فمدير الاستوديو استوديو مصر في هذا الوقت كان أحمد سالم الله يرحمه، اداه لمطرب غناه في الفيلم اسمه عبد السروجي. عبد السروجي فغناه، فالجمهور تجاوب معاه في الصاله اثناء العرض وغنى معاه اللحن يعني سلس جدا، لدرجه ان الجمهور تجاوب معاه. ام كلثوم حست بان اللحن يعني قوبل بالنجاح ده، راحت مسجلها اسطوانه بصوتها بقى، لأول مرة تسجلها حاجة بصوتها الأسطوانة. بعدها جم اللحنين دول، وبعد كده في حاجات تانية تسألني نعم. عليها أجاوبك طبعا. نعم، لا شك في ذلك. تقول شيء، تفضل. أحب أسأل سؤال أيضا. تفضل. يعني هل هذا يعتبر
أول لقاء لكم بينك وبين أم كلثوم؟ أول لقاء كان أول لقاء. أول لقاء يعني. وكان لقاءكم على أساس أنك سمعت عنها أنها كانت؟ أنا أولا أهدى تاريخ يعني طويل أوي عشان أذكره، لأن أول لقاء فعلا مش لقاء فني، أول مقابلة في حياتي أنا وإياه قابلتها في وقت فجرية يعني حوالي الساعة 5:30 صباحا في محطة محطات خط الدلتا اللي هي بلد البدراوي باشا عاشور مدتها اسمها درين. وكان والدي مطربا وكنت معاه بغني، فأم كلثوم كانت في فرح في قرية بجانب القرية اللي احنا فيها، واحنا في فرح وهي في فرح. فخلصت في وقت واحد لأجل الصدف العجيبة، وتقابلنا في محطة درين مستنين القطر خط الدلتا ده، القطر كده زي الترماي. اي نعم. 5:30 صباحا. صباحا في الطل والدنيا كانت برد. وابوي قال لي يا رياض ام كلثوم اهي اسمها يعني ابتدى يعني يزدهر. فابوي راح سلم على والدها الله يرحمه الشيخ ابراهيم، وهي تقدمت لي سلمت علي. اول لقاء وأضع يدي في يدها في هذه الساعة وفي هذا الوقت العجيب. وافترقنا حتى تقابلنا في مصر بعد ما جيت أقمت فيها، وطبعا جيت لأشق طريقي وأكافح لحبي في فن المزيكا. فكان النصيب الأول في التلحين الجدي يعني صح هو اللي ذكرته لسيادتك ده. تذكر استاذ لما الساعة 5:30 اللي قابلت فيها ام كلثوم تذكر كم كان عمرك ذيك الساعة؟ بالضبط كان عمري مدته حوالي 12-13 سنة. يا سلام. وكنت تغني مع ابوك؟ كنت بغني حتى كانوا لقبني بلبل المنصورة. فلما طلعت ام كلثوم واسمها الزهر او اتغص انا بقى ابو البلبل المنصورة هيضيع بقى جنب ام كلثوم يعني، قلت لان اسمها بقى يعني فرقع مره واحده كده، بصينا الدنيا كلها بتتكلم حاجه اسمها ام كلثوم. ام كلثوم ام كلثوم في القرى وفي البلاد وفي المدن وفي الحضر وفي كل حاجه. بس لغايه انا ما رحت مصر بقى وقمت فيها وبدات اشق طريقي زي ما قلت لسيادتك، وبدات اغني انا في الاذاعه اللي كانت بقى كان في محطات زمان محليه اهليه قبل أن تنشأ المحطة الحكومية. ماركوني أعتقد. ماركوني لا ماركوني الحكومية بقى. الحكومة. قبلها كان محطات أهلية في بيوت. كل واحد عامل له محطة في بيته على موجة أسرها كذا مش عارف حاجات كده لعبة. فلما جت محطة الإذاعة وافتتحت اختاروني إني أغني كل أسبوع ليلة بالعود سولو لوحدي. فاستمعت لها ام كلثوم بعد الغيبه الطويله دي وبعد اللقاء الاول اللي اتكلمنا عنه بقى، سمعتني وانا بغني، وطبعا اللحن كان من تلحيني، وكان اللحن بيقول يا ريتك حبيتني زي ما حبيتك، يا سحرني من يوم ما لقيتك، اول ما صادفتك حبيتك يا ريتك حبيتني. فهي اخذت بالكلام واللحن واتصلت بي تليفونيا وقالت لي ان اروح اقابلها عشان تديني اللحنين اللي قلت لسيادتك عليهم دول. وكان هذا بدايه تعاوني معها فنيا. نعم نعم. تفضل. يخيل لي هي اعجبت بالكلمات لانه كان اول لقاء. والكلمات كانت تعبر عن هذا اللقاء. انت بتحيي الذكريات بالنسبه للاستاذ يا زلمه. ما اعرف استاذ رياض كان عمرها اياميها كم تقدرها؟ سوم مدتها كان عندها حاجه بتاعت 17-18 سنه. اها. هي تكبرني سنا رحمها الله. اذا ما تلام اذا كانت اعجبت بهذه الكلمات. افند؟ ما لا تلام اذا هي اعجبت بهذه الكلمات. طبعا. احنا لو تمينا نتكلم عن الذكريات نبي لنا اربع برامج عشان نلحق عليهم. شيء ملوش نهايه. خلنا شو اسمه نشوف ايش عندنا الحين.
من بعض الأسئلة اللي عاوزين نطرحها عليك أن تعرف أستاذ حمد أن الأستاذ رياض مثل في السينما طلع إنما أستاذ رياض أنت لم تستمر في السينما. شوف هو أنا مش ممثل. نعم. التمثيل ده أنا كنت أقرب إلى الممثل حقيقة لأني بمثل، وفي عرفي أنا أن الممثل النابغة ما بمثلش، يعني بيظهر طبيعي أكتر، بحيث أن الطبيعة تغلب حاجة اسمها التمثيل. فأنا كنت ممثل، يعني ما نفعتش في التمثيل لأني كنت ممثل، وأنا شغلتي ملحن. وأنا شغلتي الملحن، يعني ما حبش أخلي شغلانة جنب شغلانة ثانية أبدا، فحبيت أتخصص في التلحين وأستمر فيه وأجيد وأتفرغ له، وده أصعب وأحسن. والغناء أيضا، يعني أنا بغني إنما مش مكثر من الغناء كإكثار من التلحين، لحبي فيه والإشباع رغبتي في التلحين أكثر منه غناء. فعلا في الواقع تخصصك في التلحين أتحفنا وأبقالنا أشياء خالدة على مر الله يطول عمرك. الله يخليك. في رأي بيقال بالنسبة لصوت أم كلثوم، أيوة. فما أعرف هل توافق قائلي هذا الرأي علي أم لا. أيوة بيقال إن صوت أم كلثوم لفرط جماله وروعته أخر الموسيقى العربية 40 سنة. والسبب في ذلك أنه يقول لك الملحنين والموسيقيين اضطروا أن يجاروا صوت أم كلثوم، يعني حصرتهم في دائرة معينة، حصرتهم في دائرة فلم يتطوروا مجاراة لصوتها الجميل. وده كلام، ده لا يمكن الجواب على هذا السؤال إلا بأن أقول بأن الموسيقى العربية وجمالها وازدهارها ما كانش إلا في أيام غنت أم كلثوم. طبعا عندك مثلا نوع القصائد، من كان يغني القصيدة قبل أم كلثوم؟ القصائد الدينية، القصائد الوطنية، القصائد الغزلية، القصائد اللي حتى لها كلها دي مين كان بيغني؟ فده فتح جديد، احنا فتحنا النوع ما كانش يعني الشعب يتذوقه ولا يسأل فيه خالص. فازاي بقى يبقى كده كده رد عليه تقول لم تؤخر. لا 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 ابو كلثوم هذا كلامهم غلط، يعني لا طبعا مع انه كان مدح ينطوي على مدح الواقع. لا هي السؤال عميق شويه، نعم، انما رد عليه هو ده ان هي بل فتحت افاق جديده في فن الغناء والتلحين في مصر، يعني لها اثر تاريخ ام كلثوم، تاريخ يعني. بس كانت يعني استاذ كانت فريدة من نوعها، يعني استاذ حمد من حيث يعني لا يستطيع المطربين اللي عاشوا في العصر مجاراتها. ايوه، فبالتالي يعني ما قدروش يجاروها، يجاروها يعني يغنوا زيها مثلا، لا ما عندهمش الطاقة الصوتية دي. الطاقة الصوتية يجوها منين؟ ده ربنا وهبها صوت يعني ما لا يمكن ان يتكرر، لا يمكن. علاوة على صوتها الجميل الرائع السيدة أم كلثوم رحمها الله، أيوة، في رأيك إيه مميزاتها الثانية غير الصوت الجميل؟ أم كلثوم جمعت صفات كثيرة، ودي اللي كونت شخصيتها، بأنها أولا ربنا وهبها هذا الصوت الخالد اللي لا يمكن أن يعوض إلا إذا شاء الله. ثانيا ذكائها وقوة شخصيتها وخفة دمها وسرعة خاطرها واستماعها إليك أكثر ما تتكلم، يعني تستمع إليك يمكن 5 دقائق وبعدين ترد عليك رد واحد بس مقنع، يعني كان فيها صفات قل أن توجد في مطربة، مش ممكن يعني. يعني يمكن أنا أضيف شيء ثاني، ربما أيضا يعني أنها توفقت في 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 ملحنين يعني أيضا صقلوها أكثر. طبعا يعني هو لا يكفي، يعني قد يكون
تحصل في أصوات جميلة لا شك في العالم العربي، ولكن يمكن ولكن لم يتوفقوا مثلا في ملحن جيد يعرف طبقات هذا الصوت. سبق أنا يعني أنا خبير في المسألة دي بدون غرور، يعني سبق أن لحنت الأصوات قذرة وما كانتش بتنال أعجاب الجمهور برضو. إنما أم كلثوم كانت طاقة خطيرة، بحيث إن كل لحن كده تغنيه بينجح. ليه؟ اللحن على مستوى أم كلثوم، يعني اللي بلحن لها بلحن على إن لها لأم كلثوم، فعنايته والخطورة اللي هو فيها بيخليه يعني في حالة في دوامة لحد ما يكتمل اللحن، وبتؤديه بصوتها الرائع ده. ولذلك هقول لك حكاية حصلت، يعني كان في آراء للجمهور يقول لك أم كلثوم لولا الصنباطي عليها، وناس يقولوا الصنباطي لولا أم كلثوم، فكان في اختلاف رأي. واحنا الحقيقة مكملين لبعض، يعني صوتها كان بينشر ألحان نشر يعني حاجة سليمة صح، وأنا كنت بلحن لها تلحين اللي هو يتمشى مع ذوقها وصوتها وشخصيتها، الحاجات اللي كنت بتسمعها كلها دي. فاحنا كنا فعلا مكملين لبعض. هناك لحن لم تغنيه أم كلثوم، أنا انتقلت يا رحمة الله، وكان اللحن في طور الإعداد. هو كان تأليف برضو المرحوم ناجي صاحب الأطلال، ولحنته واكتمل اللحن وسجلته لها شريط كاسيت صغير كده، وخدته سافرت في الرحلة بتاعتها بتاع كل صيف للعلاج والفحوص اللي كانت بتعملها، بس فما قدرش لها انها تغنيه لأنها عادت من الخارج مضمحلة خالص، وكان بداية المرض بقى اللي مسك فيها ده، وما غنتوش طبعا. وفي ألحان تاني ما غنتهاش برضه. هو الكلمات هذه الشعر بعنوان انتظارات. انتظار نسمع استاذ من شيء هذا اللحن اللي لم تغنى. سمعكم كلام قبله وبيقول أنا في بعدك مفقود الهدى، ضائع أهفو إلى نور كريم، أشتري الأحلام في سوق المنى وأبيع العمر في سوق الهموم، لا تقل لي في غد موعدنا، فالغد الموعود ناء كالنجوم. بس وبعدين بقى هي أسئلة طويلة، فأنا هقول لكم منها جزء. اي اوكي. Thank you.
أحلى ما في سوق المولى وأبيع العمر في سوق أشتري أحلام في سوق المنى وأبيع العمر في سوق الهموم أشتري الأحلام في سوق المنى في سوق الهموم لا تخلي في غد موعدنا فبغد الموعدنا نائل كالنوم. يا سلام يا سلام يا سلام، شيء جميل في الواقع. يعني يعني بس ده فعلا بسلطن والله. الله يخليك. الله يحفظك استاذ رياض. كيف يبدا مشروع اللحن عندك؟ يعني والله انا بتاثر بالكلمات، يعني زي ما انا بحلان دلوقتي متاثر برضو باللحن. طالما الكلمات امامي لها معاني رقيقة وعميقة في الوقت نفسه بنساق قدام الكلمات وألحنها. يعني هي المسألة اللي تلحين دي إيحاء من الله قطعا. يعني وفي أي وقت بقى، يعني مش كل وقت أقدر ألحن، يعني في ساعات يمكن أقدر أدور على مطلع لغنوة يوم أو يومين وما فيش، وبعدين في لمح البصر كده تلاقي ربنا فرجها. صحيح. ما اعرف انا طبعا يعني يعني عندي هوايه للتلحين. ايوه انا عارف الحكايه دي. يخيل لي في بعض الاوقات الملحن لما يفرض عليه فرض يعطى قصيده يقول له هاي تلحنها، اعتقد يعني ممكن لا يستطيع ان يؤديها كما يجب، يعني مثل ما هو يختار القصيده اللي هو طبعا ما احنا كنا كده باستمرار. واعتقد يمكن ايضا زياده على هذا، على اختيار القصيده صح كلام، معرفتك بالشخص اللي قال هذه القصيده، مال لانك تعرف وتعبر عن كل حرف يريده هذا الشاعر. ده سليم، اعتقد يمكن متفقين في هذا. بالضبط يا فندم، متفقين. انا اريد امتحن نفسي كملحن. هذه شهاده. لا انت استاذ كبير. استغفر الله. والله استاذ رياض، هل رفضت كلمات كثيره من القصائد؟ لا قصائد لا، مش رفضت، ما كناش نلاقي يعني. ما انا كنت انا وهي الله يرحمها نقعد نقرا دواوين شوقي وناجي ورامي وبعض أشعار من قدام الشعراء، زي مثلا أراك عصية الدم. أنا عايزة تلحينها تاني، نعم، أتها بطريقة حديثة شوية أو بعبارة أخرى معبرة أكتر، لأن أراك عصية الدم كانت زمان تتقال ارتجال، يعني المطرب كان يقولها الليلة نغمة ثاني يوم يقولها نغمة ثانية، بحيث انك لو جيت كاتب نوتة وقلت له قول من ليه النوتة بتاعة اللحن بتاع امبارح يقول لك ما مش فاكره. هذه الحكاية. فأنا لحنت لها أراك عصية الدمع بأسلوب ثاني اللي هو سمعتوه طبعا، اللي بيبدأ بالبيانو ده الحاجة دي. وإن كنت أنا حربت في هذه الفكرة أو هذه التجربة، حاربوني فيها، يقول لك لا القديمة أحسن. يا سيدي القديمة حلوة والجديدة حلوة، بس إيه ده؟ حاجات غريبة أوي. تلاحظ في بعض الناس مصرين على التمسك بالقديم بأي صورة من الصور، يعني غلط. شوف التطور في نطاق
المعقول أنا أقول عليه صح. لأني أنا إن كنت عاوز أطور موسيقتي أطورها من جميل إلى أجمل. هذا صحيح. إن ما كانش يكون أجمل أخلينا عندي الجميل، حاجة الحلوة اللي واقف عندها. هذا صحيح. يعني الإنتاج بتاع الفن العربي دلوقتي في جميع البلاد العربية طبعا متقدم متقدم، وفي مقدمتهم مثلا مصر. الملحنين هناك متقدمين وقدموا حاجات حلوة حديثة يعني. ممكن تحكي لنا سار شوية عن النهضة الموسيقية في السنوات الأخيرة في مصر بتفصيل أكثر يعني، وإيه أبعادها؟ هو دلوقتي الموسيقى واقفة عند الأغنية الفردية. نعم. واقفة عند الأغنية الفردية ولم تتحرك من مركزها لا أبدا. فإحنا بنفكر دلوقتي لنهضة حديثة، وعرضت علينا من هيئات مسؤولة بأن احنا هنحيي نوع الأوبريت في مصر. نعم. وهذا شيء جميل ويسرنا، لأن نوع الأوبريت ده مسلي إلى أقصى حدود التسلية، ويظهر لك أكثر من طاقة بالغناء مثلا إن كان نساء أو رجال، وبيدي لك فكرة سيان يعني، خصوصا لما يكون القصة مكتوبة كويس والحوار كويس والبطل مطرب مشهود له والمطربة أيضا والكورال، هتكون حاجة مسلية لأقصى درجات التسلية. فهذه تحل شوية من أزمة الأغنية الفردية اللي احنا مش لقينا لحد دلوقتي. في رأيك ما مدى تأثر الموسيقى العربية بالموسيقى الغربية؟ الموسيقى العربية والموسيقى الغربية دي بالضبط زي الطربوش والبرنيطة. نعم. بالضبط. الموسيقى الإفرنجية مدروسة، يعني الحقيقة أقولها ميزتها أنها مدروسة. هنا في عندنا في مزيكتنا العربية المواهب أكثر من الدراسة. بالعدد. فيا ريت يكون البراعم الحديثة الجديدة اللي هتطلع تتعلم، يعني يكون عنده الاستعداد. تعال انت عندك الاستعداد الموسيقي، ايوه دخلوه اعتنوا بيه في المعاهد وفي عشان نجمع بين الموهبة والعلم. صح. نبقى وصلنا. صح. وهذا فقط بيجرنا للسؤال القادم استاذ، انه في ظاهرة يعني تبدو وظهرت في مصر اكثر ما ظهرت، ان هناك براعم شابه بتجي بتعطي نوعيه جيده وثم تختفي، مثلا عفاف راضي وهاني شاكر، وتتوقف عند حد معين من العطاء. هم حلوين. هم حلوين، ما اقدرش اقول عليهم وحشين. نعم. دول حلوين، انما مش حيزيدوا عن هذه الدرجه ابدا. ليش؟ ما فيش صعود اكثر من هذا. نعم. ليش؟ يعني لاخر درجه وصلوا اليها. لان هي طاقتهم هي دي. يعني في واحد عنده طاقة يطلع خمس أدوار على رجليه، في واحد ما يقدرش يطلع على دور واحد، يقف عند حتة ما أنا لك ما يقدرش أطلع بقى ماشي. هو كده. فدول مش هيصعدوا أكتر من ما وصلوا إليه بأسلوب تقبل الجمهور، بل فرضوا عليه هو نفسه لدرجة أن الجمهور تسوقه والشهر اللي شهر اللي انت عارفينها دي بس. إنما الوقت الحاليين يغنوا ناس تسقف لهم تحييهم وكل حاجة حلوين مش بطل، إنما لا يزيدوا عن هذه الدرجة إطلاقا. أنا أعتقادي كده. الموسيقى العربية أستاذ لم تصل إلى مستوى عالمي حد الآن. لا والله، هو الوقت فيه فرق موسيقية عربية زي فرقة مثلا الأستاذ عبد الحليم نويرة اللي هي فرقة الموسيقى العربية اسمها كده. نعم. وفرقة أخرى اسمها فرقة أم كلثوم يرأسها الأستاذ حسين جنيد، دول بيسافروا الوقت في بلاد برة في أوروبا، بيروحوا باريس، بيروحوا لندن، بيروحوا النمسا، بيروحوا هولندا، بيروحوا البلاد دي كلها. فهذا أكبر دعاية لمصر من نوع الموسيقى بتاعتنا يعني، وبيصفقوا لها هناك وبيحيوها تحية جميلة جدا. فهذا شيء بيسعدنا يعني.
إنما ما وصلتش مع هذا إلى القمة اللي احنا ننشدها كعالمية، كحاجة عالمية ما وصلتش لسه إلا بالحاجات اللي قلت لسيادتك عليها دي، بأحياء الأوبريت والحاجات الضخمة، الأعمال الشامخة الكبيرة دي. نعم أستاذ حامد. أنا أحب أعلق على رأي الأستاذ رياضي. طبعا لا يمكن نصل إلى المستوى هذا إلا إذا إحنا أكثرنا من الثقافة. الموهبة زي ما تفضلت حضرتك، الموهبة لا تكفي، لا ما تكفيش، ما تكفيش. لازم يكون فيها ثقافة. طالما إحنا نريد ثقافة ضروري أن إحنا نكثر من المعاهد ومن البرامج السمينة. بالضبط. ليست برامج فقط علشان أن إحنا نخليها فقط للحفلات وما أعرف إيه، لا ما دام لا إحنا نريد نصل إلى هدف أسمى من مضبوط. نريد ننشر موسيقانا إلى العالم. لا يكفي. مثل ما هم غزونا يجب أن إحنا نغزيهم. نغزيهم بماذا؟ لازم يكون إحنا نتعلم تعليم جيد وتعليم. أنا متفق مع حضرتك في هذا. وهي ترى من المجالات الممكنة أعتقد العالم العربي أنه يتفوق فيها على الغير، اللي هي الفن والأدب والرياضة. يعني من المجالات الممكنة. طبعاً ما يجب موسيقانا تكون موسيقى عالمية وينظر لها بعين الاهتمام بحيث أنها تنال مركزها بين الدول المتقدمة. يعني ما هي كانت بالأول إحنا كان كنا إحنا كان في علم ماض كنا إحنا أول بهذا بالضبط. نعم. الرعيل اللي هو حضرتك الأستاذ عبد الوهاب والقصبجي زكريا أحمد الله يرحمه، استثنى الأستاذ عبد الوهاب طبعاً موجود، راح يرحمنا جميعاً أيوه. يعني هذا الرعيل موجود سيرة عبد الوهاب، قلنا الله يرحمهم كلهم. هذا الرعيل مثل حقبة معينة في الموسيقى العربية. هل ترى أنت أن هناك صف ثاني بعد هذا الرعيل؟ مفيش صف ثاني، مفيش مباشر. لا أنا 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 قد يكون يعني أقول يمكن السبب في هذا إن رعيلكم أنتم فعلا يعني حبيتوا فنكم وحبيتوا هذا الفن الرفيع وضحيتوا فيه. يعني يمكن غيركم في الوقت الحاضر يختلف، يعني كنتوا بالأول يمكن تمشون على أقدامكم علشان تحيوا فرح. بالضبط اللي حصل. يعني كان بالأول يمكن بعضكم يعني يمكن لو كانوا يطردوا يقولون روح ما تغنيش، يقول لا أنا أغني ببلاش. بالضبط. هذا الفرق بين الوقت الماضي، لأنه هم فعلا يعني اعتركوا الحياة عنينا. وتمرمطوا فيها عنينا. يعني كل الجيل اللي فات مثل الأستاذ رياض، مثل عبد الوهاب، مثل أم كلثوم نفسها عنينا. أم كلثوم كذلك، زكريا بيرم التونسي الله يرحمه، كلهم ذول فعلا عارف قصص في الحكاية دي بعكس الموجودين الحال. وانا اعتقد يمكن في المستقبل كلام سليم، وانا اعتقد يمكن في المستقبل قد يطلع صف انت محلل بالضبط تحليل سليم اللي هو الرعيل الاول اللي بتحكي عليه ده وما عانينا منه حتى وصلنا الى هذا يعني ما وصلتوهاش انتوا الا بعد فين؟ احنا تعبنا تعبتوا. يعني احنا مده مثلا ما كنت باجي المشوار عشان الحن واحفظ كنت بركب الترماي طبعا. النهارده ملحن النهارده بركب كادلك او عربيه بويك وقاعد كده هو حاجه لطيفه وتسمع مزيكته تلاقيها يعني يا دوب مش كادلك قبل مزيكته عنده تلفزيون في السياره وعنده تلفزيون. لا احنا عانينا صحيح، وانا فخور بان احنا عانينا. ولذلك انا فخور، ولذلك الجيل هذا ايضا سعيد بانه هو فعلا يعني اخذ يجني هذه الثمار. بالضبط يا فندم. من تعبكم انتم وشقاكم. بالضبط يا فندم. استاذ رياض انت بتلحن لفيروز ايضا. ده انا سعيد اللي بلحن لها. نعم. لحنت لها قصيدتين وسافروا لها
عن طريق يعني بالطيارة، وهي غالبا إن شاء الله هتيجي مصر، وهأباشر أنا هناك العمل بنفسي معاها ونسجل الأغاني دي هناك في مصر إن شاء الله. إيش رأيك في الغناء اللبناني الرحبانية وفيروز؟ جميل، لون في منتهى الجمال، يعني ما أقدرش أتكلم عنه أكثر من أن أقول إنه جميل وأخاذ وبسيط، ما فيش تعقيد. يعني اللي يقولوا عليه سهل الممتنع، سهل يضربك ويبقى ويشيبك جعان، تبقى ما شبعكش. حلو، ده حلو قوي. اللي انا فعلا يعني تجد بعض الملحنين يمكن ما تعرف لونه، ما فيش، انما رياض السنباطي له لون معروف. استغفر الله بقى، ما تحرينيش بقى. لا رياض السنباطي انا لما اسمع اغنيه اقول ده رياض السنباطي، لأن, لان 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 انت ملتزم يعني بقاعده معينه وبطرب معين وبنغمه معينه. بالظبط. وزكريا احمد، وزكريا اول ما تسمع لحن هتقول ده زكريا. كل واحد له طابع مدموغ بيه، دمغه كده. اشك في ذلك. استاذ شنو اخر لما تسمع النهارده ولا مؤاخذه باردون اسف، لما تسمع مثلا دور في البعد ياما كنت نوح، تقول ايه؟ عبد الحمول اهو على طول. صح. اما تسمع مثلا قدك امير الاغصان، ده عبد الحي حلمي. الدمغه هي اللي بس ده الجيل اللي فات اللي قبلنا اللي سبقنا. وكان جميلا هذا الجيل، وان كان مقل يعني في التفرع من في اللحن، انه يعني يتفرع منه وطلع منه الوان واشكال ويعني جمل كان قليل، انما كان مطرب. احنا دلوقتي بنعمل غير كده بقى، بنلون الكلمه على انواع كثيره، تتخلل هذه الكلمات موسيقى معبره عن اللي جاي. واخد بال سيادتك؟ الموسيقات دلوقتي اللي بتوجد في الاغنيه، نعم، ما كانش زمان كده، بس كانوا حلوين وكانوا مطربين على قدهم كده مطعمين. استاذ انت ياما لحنت للحب وغنيت للحب، واحنا كل ما غنيتنا على الحب وما كانش الحب كنا نغني ما غنيناش ولا غنينا. فسؤالي انه هل الحب لعب دور كبير في حياتك؟ طبعا يعني. واقدر اسالك انا بقى السؤال ده، اقول لك مين ما مرش عليه الحب؟ لازم كيوبيد يمر على كل قلب. اشك في ذلك. بس القلب الوحيد بقى الاخير اللي هو انا بحبه وبعترف به اهو، هي زوجتي طبعا، دي الوحيده بقى اللي هي في كياني كله. انما كل انسان داء الحب، والحب جميل يعني، الحب ده له نشوه. اخر لحن عملته استاذ شنو؟ اخر لحن لحنته المطربه وارده اللي غنته يوم حفل شم النسيم 6 ابريل. تحب اسمعك منه حاجه؟ اي نعم، هو من كلمات الشاعر ابراهيم عيسى. نعم، هو بيقول ايه برضه، انا احب اقرا الكلام قبل عشان ايه، بقول لا تقل لي ضاع حبي من يدي، يا حبيبي أنت أمسي وغدي، فترفق لا تحطم معبدي، إن في عينيك همس الموعد. يا سلام. لا تدعني أشتكي طول الطريق، ثم أغفو فوق وهم كالحريق، كغريق مستجير بغريق، إن قلبي بعد أن زاق الرحيق لا يفيق. يا حبيبي. يا سلام. وأغني لكم صفحة كمان، يقول لك كم ملأنا زورق الليل حنينا، وتناجينا به حينا فحينا، وملأنا مزهر القلب رنينا، فنمت أشواقه الخضراء فينا. سلام. يا حبيبي أين أيامي أين؟
هل أضعنا كل شيء من يدينا؟ الله. بعد أن جن اللظى في شفتينا، ما علينا إن ظمئنا فارتوينا وانتشينا يا حبيبي. مع السلامة. حلو كلام؟ حلو. حلو جدا. واللي خلي حلو أنا جادة. آسف خالص بغني أنا متعب شوية. تفضل. فاعذروني يعني. إن كنت يعني. وغدي فترفق
لا ذو حظ مع بني فترفق لا ذو حظ مع بني إن في عينيك همسا موعدي لا تدعني أشتكي طول الطريق ثم أوفو فوق وهمي كالحريق لا تدعني أشتكي طول الطريق ثم أوفو فوق وهمي كالحريق اسمح لي بس انا مقعد شويه بس اسمح لي اعلق شويه تفضل يعني كان يقال دائما يعني ساعات يقولون ان لازم الفنان لما يكبر خلاص خلي يحال للتقاعد ايوه انا شايف بالعكس الان انا شايف بتغنيها بروح شباب يمكن الله يخليك سنه 25 سنه الله يطول عمرك 30 سنه فأنت فعلا لا تزال الله شاب في روحك وشاب الله يطول عمرك احنا في الواقع كان ودنا يطول اللقاء اطول واطول لا ان شاء الله احنا في الواقع فرص كثيره جدا على هذه الجلسه الفنيه لنا اللي سعيد جدا مع الموسيقار العربي الله يطول عمرك وما ادري في النهايه اذا في كلمه تحب توجهها او شيء تحب تقوله لمعجبينك في الكويت انا اشكرهم من دلوقتي يعني اشكر لله اخواني وحبايبي يعني اللي انا في بلدهم ومعتبر نفسي في بلدي طبعا اشكرهم من دلوقتي على تقديرهم لي على قد ما قلت ولهم الشكر الجزيل وان شاء الله اراكم دائما في اسعد حال باذن الله الله يحفظك احنا شاكرين لك وشاكرين جدا لك ابو خالد استاذ حمد على تفضلك والحضور معنا مع في الدردشه هذه طبعا شرفنا لنا والله على كل حال انا سعيد جدا بهذا اللقاء الله يطول لنا عمرك وهذه جلسه ممتعه بارك الله فيك وانا سعيد الحظ فيها اهلا وسهلا فيكم مع هذا اعزائي المشاهدين ناتي الى نهايه هذه الحلقه من شبكه التلفزيون خليكم معنا الاسبوع القادم فما الله